حمدوك وأفورجي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرة. حماتي في جوبا للمشاركة في اجتماعات آليات قمة عنتبي لمتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة. من نياركم الناوي يهاجم قوى الإعلان الحرية ويتهمها بممارسة التمكين وتمكين عناصرها في الحكومة والقطاع العام. المتابعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار السياسية المحلية موجزا اقتصادي وآخر رياضي، أهلا بكم وإليكم التفاصيل. بدأت في العاصمة الإريترية أسمرة صباح اليوم الاثنين جلسة مباحثات رسمية بين رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له والرئيس الإريتري أسياس أفورجي. تناولت العلاقات بين البلدين والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية والتي يأتي تحقيق السلام الشامل والعادل في مقدمتها، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الخرطوم وأسمرة في عدد من المجالات. وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قد وصل إلى العاصمة الإريترية أسمرة صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، رافقه خلالها وزراء كل من شؤون مجلس الوزراء الداخلية والصناعة والتجارة، التعليم العالي، البحث العلمي والبنى التحتية والنقل ومدير جهاز المخابرات العامة. بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه عدد من أعضاء المجلس السيادي الانتقالي في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا مع رئيس دولة الجنوب سلفا كير مياردت. بحث سير عملية السلام في جوبا ومخرجات اجتماعات الآليات التي شكلتها قمة عنتبي لمتابعة تنفيذ المهام المحددة خلال 100 يوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان بين حكومة جنوب السودان. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو حرص السودان على تحقيق السلام في دولة جنوب السودان. وقال دقلو إن الوفد جاء لمتابعة تنفيذ سير مخرجات القمة الثلاثية في عنتبي، وذلك بين رئيس مجلس السيادة وبين حكومة جنوب السودان. نحن جايين الآن نتابع زي ما قال الأخ توت المستشار سير الاتفاق. الآن نحن دايرين يعني نشوف خارطة الطريق في الـ50 يوم الأولى يتم فيها شنو، وإن شاء الله هنقابل اللجان المشتركة من الطرفين ونقيف على المشاكل والمعوقات كلها، وإن شاء الله تكون ما في معوقات. وإن شاء الله نحن برضو عندنا لجنة عسكرية مختصة بمتابعة المعسكرات التدريب، وهي الملف الشائك الآن هو دخول القوات للمعسكرات التدريب، ونحن الآن عندنا لجان مختصة هتكون موجودة في جوبا وتتابع كل المعسكرات تحت التدريب وترفع لنا إن شاء الله أول بأول، ونحن نتابع مع أخواننا في جنوب السودان. الآن هم الحمد لله طمنونا، السيد الرئيس بنشكره أنه طمننا، هم جاهزين عشان ينفذوا كل ما اتفق عليه، وإن شاء الله نحن متفائلين خير. ومن جهتها أكدت حكومة جنوب السودان حرصها على إنزال بنود اتفاق السلام الموقع بين الفصائل الجنوبية برعاية الاتحاد الإفريقي حتى تنعم جوبا بالاستقرار. وقال مستشار رئيس دولة جنوب سلفا كير مياردت تول جولواك إن سلام الجنوب هو سلام لا يتجزأ من سلام السودان، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في الخرطوم ودعمها للعملية السلمية في جوبا. وانتم شهد العيان لحنا في قمة تمة في نهاية في يوغندا في أديبي بين ثلاث رؤساء وصل على ملف السلام بتاع جنوب السودان، وانتم عارفين لحنا الضامن الرئيسية للسلام جنوب السودان والسودان الكبير، والأخوان في السودان كونوا لجنة متابعة الملف بتاع 100 يوم ما زالت اكتبادة تمة الآن في جوبا. وشركة جاه وفد كبير جدا يضم 5 أعضاء
بمجلس السيادة والأعضاء في مجلس الوزراء ورؤساء أجهزة الأمنية لحمية الموضوع بتاع سلامة جنوب السودان. نحن جنوب السودان جزء تجزع من السودان وهي مشكلة في جنوب السودان بصدع أهلنا في السودان. نحن حريصين وأكد السيد الرئيس جاهزيته لتنفيذ هذه الاتفاقية. أكد تقرير لموقع إثيوبي أن الجولة الأخيرة من المحادثات حول سد النهضة خرجت بنتائج إيجابية على عكس المحادثات السابقة، وذلك على الرغم من أن البلدين المجاورين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مدة ملء المياه. وأشار المركز السوداني للخدمات الصحفية نقلا عن الموقع إلى أن من بين النتائج الإيجابية الأخرى للمحادثات توصل إثيوبيا والسودان ومصر إلى توافق في الرأي بأن إثيوبيا يمكن أن تبدأ في ملء خزان السد بحلول يونيو من العام المقبل. ونسب المتوقع أو نسب الموقع عن عضو فريق التفاوض الإثيوبي المهندس جيدون أصفو إن مصر والسودان قبلتا اقتراح إثيوبيا ببدء ملء السد في يونيو 2020. وأوضح الموقع أن القضية المثيرة للجدل بين الدول الثلاث تتمثل في حجم المياه التي يجب أن تصدرها إثيوبيا كل عام إلى دول المصب. تفقد قائد الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين قيادة الفرقة 21 مشاة بولاية وسط دارفور برفقة عدد من القيادات العسكرية. وقال من خلال فور وصوله عقد لقاءات متفرقة مع قيادة الفرقة 21 مشاة وضباط الصف والجنود، قدم خلالها تنويرا عاما عن أهداف القوات المسلحة وخططها المحكمة لتطوير ودعم الجيش بمختلف وحداته، مشيرا إلى ما تعرضت له القوات المسلحة والدعم السريع من قبل بعض القوى السياسية، وذلك لتفكيك وحدة الجيش والتشكيك في وطنيته. وأكد أن القوات المسلحة ستظل الضامن الوحيد لحماية النظام الدستوري في البلاد. هذه الزيارة تأتي ضمن زياراتنا للإطمئنان على كل تشكيلات القوات المسلحة المنفتحة في الخارج خارج العاصمة، والحمد لله يعني وجدنا الأمن مستتب والفرقة على خير حال بفضل الله تعالى، والتقينا بكل الفرقة قيادة وضباط صف وجنود، وهم جميعا على هبة الاستعداد لأداء كل ما يوكل إليهم من أعمال إن شاء الله. وفوق ذلك كله نحن نشكر الله أنه وجدنا المنطقة آمنة والناس كلها مشرعبة لتحقيق السلام إن شاء الله في المنطقة وفي جميع ربوع السودان. الساحة السياسية في السودان تشهد هذه الأيام تجاذبا سياسيا بين مؤيد ورافض للخطوات التي تتبعها حكومة حمدوك في التعامل مع المشهد السياسي، في وقت يتطلع فيه السودانيون إلى إصلاح الوضع السياسي والاقتصاد بما يحقق متطلبات الثورة، إضافة إلى أعمال سلطة القانون دون إملاءات سياسية. المزيد في سياق التقرير التالي. مواقف الحكومة الانتقالية المتباينة حول جملة من القضايا في البلاد تشهد انقساما واضحا في الساحة السياسية بين مؤيد ورافض، فالبعض ينظر إلى الخطوات التي تقوم بها حكومة التغيير في المجالات كافة لجهة أنها جزء من الإصلاح السياسي والمهني، وأن ما تقوم به هو دورها ومهامها المطلوبة خلال الفترة الانتقالية من أجل التخلص مما دمرته الإنقاذ على مدى 3 عقود. انا اعتقد انه ما يحدث خلال او ما حدث خلال اليومين الماضيين من خلال الاعتقالات وايقاف بعض المنظمات والمؤسسات ومصادره ممتلكاتها، ان كانت وفق القانون فتعتبر خطوات لاتجاه صحيح، لاننا نحتاج الى دوله قانون ونحتاج الى دوله مؤسسات حتى لا يتضرر احد من اي اجراء يتم، لان القانون هو الفيصل والحاكم بين كل الناس. وفي الاتجاه المقابل
يرى البعض ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية وفق القانون لمنع حدوث أي احتقان سياسي يمكن أن يبرز في المشهد السياسي، إضافة إلى تجنب المكيدات السياسية، خاصة وأن البلاد تشهد لحظة مفصلية من تاريخها. أفتكر القرارات اللي تأتي في إطار قفل المؤسسات والاحتغالات هي تزيد من الاحتقان السياسي. أنا أفتكر من الحكومة الانتقالية تدرس الشخصية قبل احتقالها، هل هو مفيد، هل هو مذنب أم غير مذنب. وهذا برضو ينطبق على إغلاق المؤسسات. هنالك مؤسسات بتدفع من الاقتصاد السوداني يجب دراستها قبل إغلاقها. احتقار المشهد السياسي السوداني بين مؤيد لقرارات حكومة حمدوك ورافض لها يتطلب حكمة بالغة لإدارة التنوع السياسي والمجتمعي في البلاد، وذلك لتجنيبها ويلات الفتن التي يمكن أن تنشب في لحظة تجاذب سياسي قد يغير مسار مطلوبات ثورة الشعب السوداني. إسلام الأمين، قناة طيبة، الخرطوم. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين حول مواقف الحكومة الانتقالية وقراراتها وانعكاسات ذلك على تأزيم واحتقان المشهد السياسي والاقتصادي. أعتقد بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باعتقال عدد من رموز النظام البائد بجانب إغلاق عدد من المنظمات التي تخالف العمل أو قانون العمل الطوعي، أعتقد بأنها خطوة موفقة وإن جاءت متأخرة، لأن كثير من هؤلاء الرموز تحوم حولهم شبه فساد وغيره من القضايا، بل الآخرين أعتقد بأن هناك بلاغات قد دونت ضدهم، فبالتالي أعتقد بأنه إعمال القانون هو الخطوة المهمة. عندها تأثيرين، تأثير إيجابي وتأثير سلبي. التأثير الإيجابي بالنسبة للشارع السوداني، شارع السوداني وما زال لسه داخله احتقانات، لكن لما يظهر مثلا في بعض من رؤوس النظام هي احتقت ولا بعض من اللي كان يد لها يد في النظام السابق هي احتقلت، بيكون في أريحية شوية. وتاني حاجة المنظمات مثلا زي حل المنظمات ده كان مسبب يعني احتقان كبير جدا بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للشارع السوداني. أسفكوا الشارع السوداني حاليا مبسوط جدا وبعض من القيادات السياسية. المشهد السياسي في السودان حاليا هو مشهد دولة خارجة من حالة ثورة، فيبقى الصراع الرئيسي فيها هو صراع ما بين مجموعة بتحاول انها تحقق اهداف الثورة ومجموعة بتحاول انها تحافظ على وجودها داخل المسرح السياسي. لما نتكلم عن احتقان طوالي بيجي في راسك انه اللي هو طبيعة الصراع بين اليمين واليسار، الصراع ما بين اليمين واليسار بيتخذ اشكال متعددة، بما في هذه الاشكال الشكل الجديد اللي هو انه المشهد محتقن لكن بيبقى معالجة المشهد من الاحتقان ده بيتم كيف؟ بيبقى السؤال انه في اي مدى بتمشي الثورة، يعني اتجاه الثورة هو اللي بيحدد المنتصر في المشهد ده. هاجم رئيس حركة تحرير السودان مني أركومناوي قوى الحرية والتغيير في السودان واتهمها بالعمل على إحلال التمكين الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وذلك بتمكين عناصرها في الحكومة والقطاع العام. وكتب مناوي على حسابه الرسمي على تويتر إن الأمل في استئصال التمكين بقيادة الدكتور حمدوك بدأ عده التنازلي بما تقوم به حكومته من إحلال التمكين بالتمكين في المؤسسات الدولة الظاهرة وحتى الشركات الحكومية، وأضاف إنها ستكون جريمة وطنية أخرى يتحملها أولئك الذين صممتهم قوى الحرية والتغيير لعبور مرحلة وتحميلهم المسؤولية. وتخوض الحكومة والحركة المسلحة مفاوضات مضنية في جوبا على أمل التوصل إلى سلام نهائي ومستدام قبل 6 أشهر من سريان الوثيقة الدستورية. يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المخصص للتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي في السودان، وذلك ابتداء من العام 2020 عبر مشروع محدد يستهدف المدارس السودانية التي تستضيف أعداد كبيرة من الأطفال اللاجئين.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان لها إن وفدا من الاتحاد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية جنوب كردفان، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين وصول التعليم لجميع الأطفال ولا سيما الفتيات والفئات الأضعف، وذلك لتحقيق بيئة تعليم آمنة. وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي يدعم في ولاية جنوب كردفان تدريب المعلمين والمجتمعات المدرسية من خلال المنح وتوفير مواد تعليم والتعلم وحملات للتوعية وبناء الفصول الدراسية. كشف مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي دكتور عمر الجراي أن السلم التعليمي الجديد 6 سنوات للأساس و3 سنوات للمتوسط و3 سنوات للثانوي، وسيطبق ابتداء من العام المقبل 2020-2021. وقال الجراي خلال حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء إن المنهج الجديد سيكون خفيفا ورشيقا غير قائم على التلقين والحفظ وإنما قائم على الفهم، وأشار إلى أنه ستدرس التربية المدنية بدلا من التربية العسكرية، كما ستعاد الفلسفة والمنطق وعلم النفس للمدارس الثانوية، وستعاد الفنون والمسرح والموسيقى في كل المراحل. وأوضح أنه سيتم إحياء الجمعيات الأدبية وجمعيات الفلاحة المدرسية لتكون المدارس وحدات إنتاجية. وقال إنه سيكون هناك منهج جديد للعلوم المهنية ومنهج جديد أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية وفيها بعد الفاصل. وزير الري يخاطب الورشة العلمية حول الري في مشروع الجزيرة في مدينة ود مدني. أهلا بكم مجددا متابعينا في المساحة القادمة، ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية. أكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه مشروع الجزيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مياه الري والتي كانت سببا في تدهور المشروع وتدني مستوى الإنتاج والإنتاجية. وقال عباس خلال مخاطبته الورشة العلمية حول الري بمشروع الجزيرة بود مدني، قال إن هناك العديد من المشكلات الفنية والإدارية في عمليات الري وتصريف المياه والتي أدت إلى إهدار كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها في تغطية المساحات الزراعية. وقال إن إدارة الري في المشروع تتم بصورة عشوائية، مشيرا إلى التحديات الماثلة في سبيل النهوض بالمشروع وإعادته إلى سيرته الأولى والتي من ضمنها مراجعة القوانين والتشريعات وعمليات تأهيل قنوات الري والطرمبات. وقال إن الهدف من قيام الورشة هو وضع خارطة طريق تسهم في معالجة مشكلات الري بالمشروع. ورشة هامة جدا لأنها تتناول كل المحاور المتداخلة في عملية الري، اللي هو محور المزارع ومحور المرشد الزراعي ومحور مهندس الري وأيضا المحور المؤسسي. الهدف من هذه الورشة هو الإجابة على السؤال ما هي أسباب تدهور الري في مشروع الجزيرة، وأيضا لوضع خارطة الطريق نحو الحل. وستتواصل الورشة ليومين، اليوم وغدا، ويتم توزيع المشاركين في 4 مجموعات لتشخيص مشكلة الري في مشروع الجزيرة، ثم بعد ذلك كما قلت وضع خارطة الطريق. إلى ذلك، قال محافظ مشروع الجزيرة والمناجل عثمان سمساعة إن المشروع ومن خلال الفترات السابقة مر بالعديد من التحولات والتجارب، مطالبا الشركاء في أجهزة الدولة من وزارة المالية ووزارة الزراعة والبنك الزراعي والمزارعين بالعمل على نهضة المشروع. نسأل الله أنه في هذا العهد مكون الري في مشروع الجزيرة يحتاج إلى تأهيل في شبكة الري. معروف أنه شبكة الري شبكة قديمة جدا، خاصة الأبواب الرئيسية والتحكم في مياه الري، كل الأبواب هي الأبواب القديمة. محتاجين كذلك إلى تحديث في نظم تشغيل الري وضبط مياه الري،
هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة تصميم وتنفيذ شبكة الصرف في مشروع الجزيرة. أضعف حلقات الريف في مشروع الجزيرة هي حلقة الصرف. تمكنت قوة من شرطة قسم التكامل بالحاج يوسف اليوم الاثنين من ضبط 200 جوال من دقيق الخبز المدعوم بعد مداهمة منزل بمنطقة حطاب بشرق النيل، وألقت القبض على 4 متهمين تم إيداعهم حراسة القسم توطئة لتقديمهم للمحاكمة، كما عثرت على عربة دفار وماكينة لخياطة الجوالات وكمية من الخيوط والجوالات الفارغة زنة 25 و50 كيلوغراما. وكان المتهمون يتأهبون لبيع الدقيق لمصانع الحلويات والمتاجر وبيع كميات أخرى خارج الولاية. انتهت النشرة الاقتصادية، وفيما يلي نتابع بعض الأخبار الرياضية. قال المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة إن فريقه استحق الفوز على نده الهلال عنوة واقتدارا، وأشاد أبو عنجة بكل اللاعبين وخاص بالثناء عماد الصيني ومحمد الرشيد قائلا إنهما كانا رمانة الوسط في الفريق وقاما بدور كبير بجانب النجم رمضان عجب صاحب الهدفين، مشيرا إلى أن عجب رفض التبديل، كما أشاد أبو عنجة بثنائي الدفاع أمير كمال وصلاح نمر لدورهما في تأمين الخط الخلفي. إلى ذلك أشارت أنباء صحفية إلى اعتزام مجلس إدارة نادي الهلال تعيين مدرب أجنبي يشرف على الفريق بجانب صلاح آدم والبريز، وذلك خلال مباريات الفريق في البطولات الإفريقية. وتجيء هذه الأنباء عقب الأخبار المتداولة بإقالة مدرب الفريق صلاح آدم على خلفية الخسارة من المريخ أمس. قال سكرتير النادي الأهلي شندي المكلف عثمان سليمان إن الإجراءات للتسليم والتسلم بين مجلسه ولجنة التسيير التي تم تكوينها مؤخرا لم تكتمل بسبب عدم تسلمهم خطابا من اتحاد الكرة. وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي شندي عثمان سليمان إلى أن المجلس الذي تم إعلانه بواسطة الاتحاد لم يخطرهم ولم يعقد اجتماعا معهم، قائلا إن المجلس ليس لديه أي مانع من التسليم والتسلم، ولكن لابد أن تكون العملية وفق إجراءات قانونية لكون الأهلي ناديا كبيرا، ولكن هناك مديونيات على النادي يجب أن يتم النظر فيها وفقا للقانون. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر بأهم العناوين. حمدوك وفوقي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرة. حميدتي في جبال للمشاركة في اجتماعات آلية قمة عنتبي لمتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة. من ياركو مناوي يهاجم قوى إعلان الحرية واتهمها بممارسة التمكين وتمكين عناصرها في الحكومة والقطاع العام. شكرا للمتابعة، في أمان الله. حياة طيبة.